كان حليم باشا أحد أغنياء القرية، الذين قرروا بناء جامع في القرية، فأخرج المنادي في يوم من الأيام وهو يدق على طبلته وينشر بين الناس بأنه سيبني جامع من ماله الخاص، ومنعهم من التبرع له. شو يا نصوح افندي؟ شو اخبار الشغل بعمار الجامع يلي عم ابنيه على حسابي ومن مالي الخاص؟ لا تاكل هم يا باشا، الشغل ماشي على قدم وساق. بدي الجامع ينكسر بحجر المرمر من اسطنبول، ينفرش بسجاد عجمي من أحسن الأصناف، وينكتب على حيطانه من جوا آيات قرآنية يكتبها أمهر الخطاطين. أمرك مطاع يا باشا. لازم جامع حليم باشا يكون بدعة من بدائع الزمان وينحكى فيه على مر العصور، مفهوم يا نصوح أفندي؟ مفهوم يا باشا. انصرف. حاضر يا باشا. نال حليم باشا مجد، فقد انتهى البناؤون والمهندسون من بناء الجامع، جامع حليم باشا الذي كتب على مدخله جامع حليم باشا، وأصبح من المباني التي يفتخر بها ومقصدا للزوار. وفي ذات ليلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا نصوح أفندي. خير يا باشا؟ خير؟ خير؟ منين بده يجي الخير؟ كابوس يا نصوح أفندي. خير، اللهم اجعله خير. شو شفت يا باشا؟ شفت الجامع اللي عمرته وسميته باسمي، اسمي عم ينمحى عنه، عم ينحط بداله اسم حرمة. حرمة؟ معقول يا باشا؟ وقربت مني وقالت لي ان مرة فقيرة ومسكينة ما لها غير الله وولادها. شو مالك مصدقني يا نصوح افندي؟ حاشا لله يا باشا، يعني كيف بينمحى اسمك من الجامع اللي انت بنيته ودفعت من مالك الخاص؟ كيف؟ هذا اللي مجنني يا نصوح افندي، هذا اللي مجنني. سلامتك يا باشا. والحرمه قالت لك شو اسمها؟ ايه، صفيه، اسمها صفيه. صفيه وفقيره ومسكينه وما الها غير الله واولادها. نصوح افندي، في عنا بضيعه حرمه اسمها صفيه؟ بدنا نسال، بس بينت صورتها بالمنام يا باشا؟ ايه بينت. يعني يا باشا اذا شفتها تعرفها؟
مثل ما لي شايفك يا نصوح افندي، مثل ما لي شايفك. صفية امرأة مسنة تدور في القرية تلملم فتاة الطعام والخبز لتؤمن قوت عيالها. قام نصوح أفندي بإحضارها إلى حليم باشا. الله يطولنا بعمرك يا باشا. اجت صفية. خير يا باشا، الله يطولنا بعمرك يا باشا. قربي يا صفية. حاضر يا باشا. هلا بدك تحكي لي كيف ساهمتي بعمار الجامع اللي أنا بنيته بمالي، وجبت له حجر مرمر من اسطنبول، وفرشته سجاد عجمي على الأصول، وأمهر الخطاطين ناقشوا على حيطان آيات القرآن الكريم بخط بديع ومدهش. أنا يا باشا حاشا لله، أنا ما عندي شيء ساهم فيه غير رحمة ربي، حتى اسأل أهل الضيعة كلهم بيقولوا لك أنا مرة فقيرة، ما عند ما بملك قرش واحد اشتري فيه كسرة خبز، الله وكيلك. فكيف بدي ابني جامع حجره من مرمر وسجاده من بلاد العجم؟ كل يوم عند صلاة الفجر بشوف منام بخوفني وخلاني شك بحالي، بشوف اسمي عم ينمحى من على الجامع وبينحط اسمك بداله، والجامع بدل ما يكون جامع حليم باشا بيصير جامع صفية صابرة. أنا يا باشا ما لي ذنبي يا باشا، وإذا كنت شايفني مذنبة فاعمل فيني اللي بدك إياه، بس ولادي مالهم غيري راح يكونوا برقبتك يا باشا. معني مصدقك يا صفية، وأكيد خالفتي أوامري. بقى احكي وتذكري، لا تكوني شي مرة مريتي من قدام الجامع وتصدقتي. بشو بدي أتصدق يا باشا؟ أنا مرة فقيرة وبعازة القرش. بس شو يا صفية؟ بس مو معقول. شو هو اللي مو معقول؟ احكي. رح أحكي يا باشا، رح أحكي. مرة كنت يا باشا مرة من جنب الجامع اللي حضرتكم عم بتعمروه يا باشا، فشفت انت اكبر قدر دابة اللي بتحملوا عليها الحطب والخشب وحجر المرمر، كانت عطشانة بدها تشرب، عم تحاول توصل للسطل ما عم تقدر، فقمت حملت السطل وقربته يا باشا من الدابة، وبس شربت رجعت لمحل. الله وكيلك هذا كل شي عملته يا باشا. سبحان الله، أنا دفعت المال لحتى ابني الجامع وكسيته أحلى كسوة وفرشته وزينته بآيات القرآن، والله ما تقبل مني لأني كنت عم دور على المجد والشهرة، وأنت يا صفية أنت عملتي هذا الشيء لوجه الله تعالى، والله تقبله منك. يا سبحان الله، يا سبحان الله. أمر حليم باشا أن يزال اسمه من على الجامع، ويكتب عليه اسم صفية ليصبح اسمه جامع
فيها أصابع. أبنائي أرجوكم ألا تقللوا من شأن أعمال الخير مهما صغر حجمها، شريطة أن تكون لوجه الله تعالى.